سؤالي الأولاني، أنا عندي داخل على 70 سنة، ربنا يديك الصحة إن شاء وعامل الله. عملية قلب مفتوح، وبصلي على كرسي. هل يجوز؟ نعم. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، أنا كل يوم بقرأ جزء بعدد أيام الشهر، يعني بختم القرآن في الشهر مرة يعني. نعم. بوهب القراءة دي لوالدي ووالدتي وأجدادي وعمامي وأصدقائي اللي فرقوا الحياة، فهل هتوصل برضو أصدقائي اللي فرقوا الحياة؟ الأخ علي بيقول إنه الراجل تقدم به السن وما بيقدرش يصلي الصلاة العادية ركوعا وسجودا وإن أو واقفا، وإنما بيصلي على كرسي. بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا.